السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. جانا اتصال دلوقتي يا جماعة منطقة أبيس الثانية على أول طريق اسكندرية الزراعي. المكان ده عبارة عن مجموعة بيوت وفي ظهرهم أراضي زراعية، وفي وسط البيوت ديت في بيت مهجور. جماعة دول كانوا اتصلوا عليا تقريبا من حوالي شهر وقالوا لي إن داخل البيت ده شافوا أفعى كبيرة، البيت ده حاطين فيه كراكيب وحاطين فيه طيور وحمام وكده. ورحنا بالفعل ودورنا في البيت كله ولكن ما لقيناش أي أثر لأي حاجة، لأن البيت فيه فتحات كتير موصلة بالخارج. فالنهارده لقيتهم بيتصلوا عليا وقالوا لي ان في بنت صغيره نازله من البيت اللي في الوش وشافت الافعى ديت بره البيت المهجور ده، ولكن بين البيتين في الفاصل بين البيتين شافتها وهي بتحاول تبلع فار. فالبنت اول تقريبا ما صرخت الافعى سابتها ودخلت في شويه طوب تحت ماسوره صرف قديمه، وقالوا ان احنا شايفين دماغ الافعى وهي طالعه من تحت الماسوره وان هم واقفين حوالين المكان ومنتظرين لحد ما اروح لهم. فانا متوجه لهم في الطريق عشان نشوف ايه اللي موجود عندهم. فدعواتكم معانا ان ربنا يسترها معانا وتابعوا معانا ان شاء الله. بص يا جماعه احنا كده داخلين على المكان. فين فين؟ هنا هنا تحتيك على طول. بص يا جماعه الكوبرا اهي، ادي دماغها اهي. تمام، امسك عبد الله. بص بقى دي بقى الايه، دي الانياب اللي هي من خلالها بتحقن السمن اهو. بص بيبقى في الجنب ده اهو كده زي ما انت شايف، ادي ناب هنا في الجنب ده وادي ناب في الجنب التاني اهو. طبعا ده بيبقى عامل زي الابره بتاعت الحقنه بالظبط، يحقن من خلالها السم على طول في الجسم على طول. هي طبعا طولها تقريبا حوالي بتاع 1.40 متر. الفار ده هي اللي جاب. بص كانت لات غفار هنا. هو مين اللي شافها؟ البيت عليك علينا الصغيره. تعال عبد الله.
هات لي طب الشنطه بتاعتي من عندك كده. محمد في جوه عايز صوره صور. ابعد يلا. كده بقى بتعمل نفسها ميه. بص عامله نفسها ميه. هي كده لا لا هي كده ما تقلقيش. تعالى بقى بص بابا. هات الشنطة. لا ما تسيبها لنا احنا نطلع. مال؟ ما تسيبها لنا بقى. لا امسكها وشوفها. ابعد بقى كل